السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تخفيضات السيارات في مصر. احنا جمعنا كل تخفيضات السيارات وكل عربية نزلنا لها فيديو علشان يبقى قدامنا في سلسلة واحدة كل تخفيضات العربيات اللي نزلت على كل شركات السيارات من 2019 حتى وقتنا هذا، عشان تعرف العربية اللي انت هتشتريها نزل عليها تخفيض ولا كانوا رفعوا السعر ونزلوه تاني ولا منزلش عليها تخفيض خالص. ما ننصحش الناس بالشراء دلوقتي لان الاسعار في نزول والشركات في حرب والتوكيلات بتخفض الاسعار. وصلت التخفيضات دلوقتي بال 40,000 وال 50,000، ناس تداول معاه قرشين خايف عليهم يقفل عليهم كويس علشان ما يمدش ايده عليهم. وان شاء الله لما يجي وقت الشراء اللي هيكون قريب ان شاء الله هنبلغ الناس ان السعر بقى سعر عادل ونبدا الشراء ان شاء الله. النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن تخفيضات سيتروين سي 4 موديل 2020 اللي وصلت ل 6000 جنيه، وطبعا ده تخفيض ملوش اي لازمه ومعرفش يتعبوا نفسهم ليه. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان تجيلك فيديوهاتنا الجديده. نبدا على بركة الله. شركة ستروين مصر خفضت أسعار عربياتها. شفنا تخفيضات على سي ال زي وعلى ستروين 5، ودلوقتي بنشوف تخفيضات على ستروين سي 4. الفترة اللي فاتت شفنا كتير من التخفيضات القوية زي تخفيضات ميتسوبيشي إكليبس وأوبل جراند لاند وتخفيضات كتير على كل شركات السيارات في مصر. الفترة دي هي فترة تخفيضات وتغييرات جذرية في أسعار السيارات، ولا ينصح تماما بشراء عربية في الوقت ده. ستروين سي 4 في مصر بتنافس عربيات كتير جدا زي نيسان قشقاي وميتسوبيشي إكليبس وأوبل جراند لاند وكتير من العربيات التانية الموجودة في نفس الفئة السعرية، وبتعتبر السي 4 أقلهم من حيث القيمة مقابل السعر. التخفيض اللي حصل عليها ده مش قوي زي ما شفنا في باقي السيارات وما فرقش كتير، وهتفضل العربية دي طالما سعرها كده هتفضل أقل قيمة مقابل سعر. القصراوي أعلن عن تخفيض سي 4 2020 بشكل رسمي في الأسواق المصرية، وتخفض سعر العربية 6000 جنيه مصري على جميع فئاتها. التخفيض ملوش لازمة ومش هيأثر على العربية، وهتفضل العربية في نفس الفئة السعرية، وهتفضل العربية أعلى من كل العربيات المنافسة ليها ومحتاجة لتخفيض أقوى في السعر علشان تقدر تنافس. أول فئة من السيارة بقى سعرها 400,000 جنيه بدل من 406,000 بتخفيض 6,000 جنيه. تاني فئة سعرها 415,000 بدل 420,000 بتخفيض 5,000 جنيه. الفئة الثالثة سعرها 420,000 بدل 425,000 بتخفيض 5,000 جنيه. الفئة الأولى اسمها بي 1، كمالياتها فرش جلد، جنوط، كشافات، ضباب، جي بي اس، جميع وسائل الأمان وأنظمة الفرامل اللي احنا عارفينها، دي اللي نازلة ب 400,000. الفئة الثانية بي 2 بتزيد على الفئة الأولى، فتحة سقف، بانوراما، ومثبت سرعة ب 415,000. الفئة الثالثة بتزيد على اللي فات ده كله، كاميرا خلفية ب 420,000. التخفيضات طبعا مش قوية، مجرد 6,000 جنيه على أول فئة و 5,000 على الفئتين التانية والتالتة، يعني تخفيضات ملهاش قيمة ولا هتفرق مع العميل ولا هتفرق مع المنافسين. نهاية الفيديو، أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.